هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكل الناس اللي شرفوني على القناة، أهلا وسهلا بالجميع. بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. قبل ما ننسى وضع اللايك والاشتراك في القناة، بتمنى إنه هذا الفيديو يعجبكم. لو عجبكم هذا الفيديو أتمنى وضع اللايك، طب لو ما عجبكم الفيديو أيضا وضع اللايك. يلا مع بعض اليوم حنقوم بتفسير أيوة هذا الكلام، تفسير البيض المكسور في المنام، تفسير رؤية البيض المكسور في المنام. هذا المنام تكرر كثيرا جدا. تعالوا نبدأ بتفسير هذا المنام. طبعا معروف أن البيض ممكن يدل على خير، بركة، رزق، سعادة، مال، ممكن تدل على ذرية، أولاد، زوجة، فتيات. يلا مع بعض نشوف تفسير حلم البيض المكسور في المنام. نبدأ بالعزباء. إذا رأت العزباء البيض المكسور فذلك يدل على زواجها. إذا كان الرأي شابا فإن ذلك يدل على زواجه من فتاة بكر. طيب إذا رأى المتزوج بيض مكسور في المنام فإن ذلك يدل على إجهاض زوجته إن كانت حاملا، وإن لم تكن حاملا فهو دليل على مشاكل عائلية سببها الزوج. طيب نشوف من رأى في منزل شخص ما وأراد طبخ البيض ووجد مكسورا في الثلاجة فذلك دليل على وجود خلافات بين شخصين، ويتوجب وقتها أن يحاول إصلاح تلك العلاقة مهما لزم الأمر. طيب رؤية البيض المكسور في المنام أيضا بتدل على ضعف الشخص سواء في العمل أو الحياة. طيب لو رأى بيضة واحدة مكسورة فهذا دليل على الحزن والغم. طب نشوف من رأى أنه يعطي ابنه بيضة في منامه فإنه دليلا على موت ابنه طبعا والله أعلى وأعلم. طب من رأى أنه اشترى بيضا وسقط منه وانكسر البيض فذلك يدل على مواجهته للعديد من الهموم، مشاكل، المتاعب. طب نشوف إذا رأت المرأة في منامه أنها تحمل البيض حتى تضعه في الثلاجة وكلما حاولت حمل بيضة تنكسر وتراها مكسورة فذلك بدل على ضعف التبويض أو وجود مشاكل تسبب تأخر حملها. طب رؤية البيض المكسور في الأغلب بتدل على بعد في العلاقات الاجتماعية أو الاجتماع الأسري، أو بتدل على مشاكل أو متاعب يقوم بها الإنسان بمواجهته في محاولته لتحقيق أمنيته. إذا رأى المتزوج في منامه أنه يحاول كسر البيضة فذلك دليل على رغبته فأن تسقط زوجته جنينها طبعا والله أعلى وأعلم. طب إذا رأى الرجل هناك أحدا يحاول كسر البيض فهذا يدل على أنه سوف يزوج بكرا من بناته. طيب رؤية إحراق البيض أو محاولة إتلافه من ممكن أنها تدل على شيء غير جميل غير محمود في التفسير. طيب أيضا يدل انكسار البيض في المنام على موت الأبناء طبعا الله أعلى وأعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. طب صفار البيض بتدل على الحيوية. من رأى بأنها توجد من رأت أنها توجد في محل يبيع البيض فهذا يدل على النجاح في العمل. طب وإن كان هناك بيضا يسقط فوق شخص ما فذلك يدل على أنه هذا الفرد قد أخطأ في حقك لصاحب الرؤية. طب رؤية البيض في الأغلب بتدل على الرحم وبتدل على إخفاء الحقيقة أو الخداع أو المكر. صفار البيض بتدل على الذهب. طب رؤية بياض البيض بتدل على الفضة. رؤية كسر البيض بدل على إظهار الحقيقة. طب رؤية العزباء للبيض هذا بدل على جمال حسنها وأخلاقها. هذا البيض لو رأته بدل على حسنها وأخلاقها، بدل على هدوءها، بدل على رضاها. يدل رؤية البيض أيضا على بداية قصة عاطفية تنتهي بالزواج. جمع الفتى العزباء للبيض دليل على اقتراب موعد خطبتها، قد يدل أيضا على الصحة والخير وعلى الحالة العاطفية المستقرة. طب لو رأت كثير من البيض هذا بيدل على تفوقها في حياتها. طب إذا رأت بيض مسلوق فهذا بيدل على حصولها على هدف كبير قد استغرق وقت طويل هذا الهدف حيث أنه حققته يعني إن شاء الله تعالى. رؤية البيض هذا بيدل على تحقيق أهدافها وطموحاتها.
طب إذا رأت العزبانة تقوم بسلق البيض على النار فهذا يدل أنها سوف تتزوج من شابه الكثير من الصفات الحميدة إن شاء الله تعالى. طب لو العزباء تناولت بيض ني هذا بيدل على مال حرام، خاصة لو كان طعمه مر، طبعا الله أعلم. طب المتزوجة، رؤية البيض للمتزوجة هذا بيدل على اقتراب حملها وإنجابها للإناث. طبعا رأت أنها تشتري بيضا صغير هذا بيدل على إنجاب إناث، طبعا الله أعلى وأعلم. طب من رأى شراء بيض كبير تنجب ذكورا، والله أعلى وأعلم. طب من رأى أنها تشتري علبة من البيض فهذا يدل على إنجابها لعدة أطفال. طب من رأت أنها تتناول البيض سواء كان مسلوق أو مقشر فهذا يدل على البركة رزق. البيض المكسور للمتزوجة هذا بيدل على كثرة خلافاتها أو عقبات سوف تواجهها في حياتها. البيض المكسور أيضا بيدل على مشاكل. طب لو رأت أنها بتقلي قليل من البيض هذا يدل على إنجابها العديد من الأنثى. طب البيضة الواحدة بتدل على أنها سوف تنجب ولدا غير صالح، طبعا الله أعلى وأعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. قال البيض سوف تلد بسهولة إن شاء الله تعالى. طبعا رؤية البيض أبو بالنسبة لابن سيرين عفوا قال إن هو بيدل على حسنوات، بيدل على جمال، بيدل على رزق، على خير. طيب الرجل لو رأى بيض مسلوق هذا بيدل على خير وعلى رزق. إذا رأى الرجل إنه يأكل بيض ني، لأن الني بيدل على مشاكل أو مال حرام. طب لو رأى الرجل دجاجة تبيض أعدادا كثيرة من البيض وكان زوجته تحمل جنينا فهذا يدل أنها سوف ترزق بالذكور، الله أعلى وأعلم. برضو البيض يا بنات بيدل على كثرة الأموال. طب من رأى أنه يحمل بيضة واحدة مسلوقة في يده هذا سوف يحقق طموحاته بإذن الله تعالى. يعني البيض له تفسيرات كثيرة. طب من رأى بيضا مجهولا يجهل مصدره فسوف يتزوج من فتاة جميلة. طب من رأى دجاجة قد باضت في منزله هذا بيدل على حصوله على ولدا من جارية، الله أعلى وأعلم. طب من رأى الرجل نفسه قام بوضع بيض تحت طائر وقام الطائر بإخراج فرخ في تلك الوقت هذا يعني سوف يرزق بولد إن شاء الله تعالى. طب من رأى الشخص أنه يقوم بجمع قشر البيض، قشر البيض هذا بيدل أنه سوف يسدد ديونه إن شاء الله تعالى. وقشر البيض بدل على أسرار يخفيها صاحب الرؤية. طب يأكل البيض بقشره هذا بيدل على حصول حرصه على المال الأطفال، يعني بمعنى أنه يحرص على يكون عنده أو ذرية. جميل. طب صفار البيض قلنا هذا بدل على السعي لكسب الرزق. طب خروج صفار البيض من زوجته تالفا هذا بيدل على طفل فاسد. طب الحامل لو رأت أنها تناولت صفار بيض هذا بيدل على اقتراب موعد الولادة. طب من رأى خروج صفار البيض من زوجته هذا بيدل على الإنجاب طبعا. ربنا يكرم الجميع وكل إنسان له أمنية إن شاء الله إنه هو يحققها. طب من رأى أن يتناول في منام وصفار البيض فهذا يدل على رزق وخير بإذن الله تعالى. هذا اليوم إحنا قمنا بتفسير رؤية البيض المكسور في المنام، بتمنى إنه هو يكون سهل وإنكم تكونوا فهمتوا هذا الشرح، هذا تفسير البيض بالأكمل. وممكن كمان البيض المكسور بيدل على انه الرائي يسعى لتحقيق هدف معين بحياته وان شاء الله انه هو سيحقق هذا الهدف باذن الله تعالى، لانه البيض يدل على المال وبيدل على تحقيق طموحات بالنسبه لصاحب هذه الرؤيه. هيك وصلنا نهايه هذا الفيديو، بتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناه. اي سؤال او اي استفسار اكتبوه تحت الفيديو وان شاء الله اننا ارد عليكم. استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.